ده؟ عندنا سلطة الذرة مع المشروم. عندي ذرة، عندي بصل، عندي مشروم، عندي كمون، عندي شنة شطة، عندي خس، عندي ليمون، عندي خل، عندي ملح وفلفل وزيت زيتون. وده طبعا دي أكلة خفيفة وجميلة وهادية مع اللي احنا بنعمله مع حضراتكم دلوقتي كده اهو. نجيب بولة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بصلاية، ده البصل المفروم، طبق سلطه هادي وجميل. ادي الذره الصفراء وادي المشروم.